هلا يا هلا يا احلى اصدقاء، بعد طول غياب رجعنا وياكم يا احباب. طبعا في البداية انا اسف واعتذر من عندكم لان فترة غيابي طولت جدا، وهذا الشيء خارج عن ارادتي، منها السفر وامور اخرى. بعتذر من عندكم واحب اشكر كل شخص سأل عني. اليوم جايب لكم موضوع هو عبارة عن بشرة سارة. وبس قبل ما ابدي باي موضوع، احب ان اقول لكم الناس اللي ما تعرف اني وين او شوية اغيب عنهم باليوتيوب، تقدرون تتابعوني على منصة الانستغرام، لان في بعض الاحيان انزل فيديوهات قصيرة وين اكون او ستوريات. فنرجع الى البشرة سارة. قبل ما احكي باي شيء، اريد عندكم تقولون اي وتجرون خط. حبايب قلبي واصدقائي الغوالي، البشرة سارة هو لمعاملة الزواج. الناس اللي متزوجين وعندهم معاملة حتى يجي شريك الى كندا، هذا راح يفيدكم. او الناس اللي مقبلين على الزواج ان شاء الله ويريدون يجيبون الشريك الى كندا. صورت فيديو بخصوص هذا الموضوع وتكلمت عن الكفالة الزوجية بأدق تفاصيلها، وراح اخليكم اياها في صندوق الوصف. الناس اللي ما شايفة هذا الفيديو انصحكم ان تشوفوه، لان راح تفهمون شنو الكفالة الزوجية. الموضوع هو نفسه، لكن الابديت الجديد، التحديث الجديد هو بالفترة الزمنية. بدل ما انه الشريك يعني الزوج او الزوجة ينتظرون شريكهم سنة ونص او سنتين، بهذا التحديث هو شهر واحد والزوج او الزوجة يكونون بداخل كندا. فشيء شروط الكفالة الزوجية وباختصار ولكل الجنسين، لازم اول شيء يكون عندكم الاقامة الدائمية الكندية او الجنسية. الشغلة الثانية لازم عمركم 18 فما فوق. الشغلة الثالثة لازم يكون عندكم عمل ثابت. الشغلة الرابعة او النقطة الرابعة، لازم يكون اكو تواصل بينك وبين الطرف الاخر لا يقل عن سنة حتى تقوى المعاملة. والتواصل اقصد بيه اكو بيناتكم مراسلات، بيناتكم صور قديمة، بيناتكم هدايا، هذا كلها يعزز من المعاملة. هسه احنا انتهينا من هاي النقطة، نجي على النقطة المهمة ايضا. الشخص اللي مقيم بكندا لازم يتجه الى الطرف الاخر او الشريك الى الدولة اللي هو مقيم بها، حتى يسوون عقد الزواج، والعقد يكون موثق ويكون عقد رسمي بالمحكمة وموثق ومصدق من وزارة الخارجية ومترجم. انا هذا شرحت عنه بالتفصيل بالفيديو اللي موجود بصندوق الوصف، انصحكم ان تشوفوه. انا هسه دا اختصر لكم الموضوع حتى اربط لكم بالمعاملة او بالابديت الجديد. بعد ما اخذت صور الحفلة وغيرها وغيرها وهذا كله حتى تمشون بالمعاملة، لان المعاملة لازم من شروطها اكو صور بيناتكم، حفلة، اكو بيناتكم عقد رسمي ومصدق من وزارة الخارجية ومترجم وكامل. بعد ما رجعتوا الى كندا راح تروحون الى المحامي اللي انتوا وكلتوه او مستشار الهجرة مالتكم. هذا راح يبدأ بإعادة قراءة الفايل والاوراق مالتكم ويشوفها، اذا كاملة راح يرسلها الى دائرة الهجرة. ضباط الهجرة يبدأ بمراجعة الاوراق من الالف الى الياء، يشوف كل شيء كامل، راح ينطيكم رقم فايل يرسله الى المحامي. بدور المحامي راح يتصل بكم، راح يقول لكم انتم حصلتوا على رقم فايل. شنو هو هذا رقم الفايل؟ الفايل نمبر هو عبارة عن انه انتم مؤهلين على ان تسحبون شخص من خارج كندا الى كندا بالزواج او المعاملة او الكفالة الزوجية. نفس الموضوع السابق وهسه، اوكي؟ لكن التحديث الجديد، بما انه انت مؤهل يعني approval وانت eligible انه تسحب واحد من برا كندا بصفة زوج او زوجة تجيبوهم الى كندا، بدال ما تنتظر لمدة سنة ونص او اكثر، تقدرون تسوون معاملة اخرى بعد ما تحصل على الفايل نمبر اسمها TRV، والمعاملة تطول شهر واحد. قبل كانوا الناس ينتظرون سنة ونص حتى تمشي الأوراق، هسه تقدرون تنجمعون بكندا وتنتظرون الأوراق، أو ينتظر الشريك مالتكم الأوراق. بدل ما ينتظر برا كندا راح ينتظر هو بداخل كندا، زائد يحصل على ورقة عمل، والعمل مالته يكون فول تايم يقدر ياخذ عادي، ويقدر يحصل على الهيلث كارد. فهاي الخطوة جدا رهيبة حلوة
شيء يعني بصراحة مشجع أو خطوة إنسانية سووها حتى الناس لا تنتظر برا كندا والناس اللي بداخل كندا تنتظر الزوج أو الزوجة حاطين إيدهم على خدهم وش وقت يجي أو وش وقت تجي. هسه بهذا القانون الجديد أو بالأبديت الجديد قالوا بدل ما أنه أنتوا تنتظرون برا كندا تعالوا إلى كندا تقدرون تشتغلون حتى تقدرون أنتوا تشاركون الحياة تكونون مع بعض وواحد يساند الثاني إلى أن تطلع الأوراق كاملة وتطلع وتحصلون على الإقامة الدائمية. ما أعرف بعد إيش قد يلا تحصلون على الإقامة الدائمية لكن المهم أنه أنتوا تكونون مع بعض بشهر واحد بمعاملة اسمها التي آر بي. اللي هنا أنا وصلت لكم فكرة بسيطة عن معاملة الزواج الجديدة أو الخطوة الجديدة اللي اتخذتها دائرة الهجرة. أتمنى من عندكم أن ما تنسوني إلي والأهلي بالدعاء وراح أخليكم صندوق الوصف الأنستا والتيك توك وكل منصات التواصل اللي أنا أتواصل بها راح أخليه. ولهنا أنا حبايب قلبي انتهت حلقتنا وأتمنى أنه حاولت أن أختصركم بقدر الإمكان فتحياتي لكم يا أحلى ناس.